الأيام إن شاء الله سينعقد مؤتمر الاتحاد الإفريقي، ولا شك أنه الأجندة يعني ملآن، أو الاتحاد الإفريقي له موقف من قضية الصحراء الغربية، وكانت شكلت هناك ما سمي بالترويكا، وهي دول يعني رئاسات متعاقبة في إفريقيا. ولا شك أنه أيضا إحنا كنا حضرنا كل الأنشطة اللي في الماضي، والشيء اللي تأكدناه هو التضامن والتعاضد اللي أبدته إفريقيا اتجاه الشعب الصحراوي وقضية الصحراء، ولعل تجلى هذا في موضوع الشراكة عندما كانت هناك محاولة لعقد قمة عربي إفريقي في غياب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، رفضت إفريقيا ولم يكتب للمؤتمر أن للقاء هذا أن يتحقق، بمعنى على أنه بفضل يعني تضامن الشعوب الإفريقية ودول إفريقية وازنة. وعلى أي القضية هي في أجندة الاتحاد الإفريقي وستظل كذلك حتى يعني، وخاصة الآن أصبح يتأكد كل مرة أكثر أن قضية الصحراء الغربية والجمهورية العربية الصحراوية مرتبطة بالقانون الأساسي التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بمعنى أنه هناك دولتين جارتين وهناك عدوان لدولة على الأخرى، في هذه الحالة المغرب على الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وفي هذا الإطار يعني هذا هو اللي يبقى دائما الهامش الذي اللي تنطلق منه إفريقيا في اتخاذ مواقفها وتحديد مواقفها اتجاه الصحراء الغربية واتجاه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ستكون فرصة بالكاد أنه يكون هناك تنسيق على مستوى وزراء الخارجية، ولكن على مستوى الرؤساء أيضا، فالرئيس الصحراوي لا شك أنه سيحضر هذا اللقاء. أكد على أنه حل حول الصحراء الغربية يكمن في عمل مشترك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. سنرى يعني، ولكن على أين بالكاد أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ليست مرتاحة لما فيه الوضع الآن وهذا الجمود، وعليه لابد من الخروج من هذا الجمود. ولا شك أن إفريقيا سيكون لها دور مهم وإيجابي في الموضوع. إذن نحن دائما آمالنا معلقة، ونشوف دائما باتجاه بقية إفريقيا، لأنه هي الحاضن الأول لكفاح الشعب الصحراوي وللدولة الصحراوية. ما يجب التنبيه إليه هو أنه المغرب يحاول كل مرة يعني بصفة انتهازية وبصفة يعني محاولة يعني تناورية، هو أنه استغلال أي فضاء أو أي على مستوى الاتحاد الإفريقي وعلى غيره يعني، من أجل يعني يحاول إيهام الرأي بمواقف غير الصحيحة، ويحاول استغلالها من أجل يعني بيع يعني البضاعة اللي عنده اللي هي بضاعة متجاوزة، ومحاولة يعني مرة ثانية ما نقولش تحييد، وإنما ولو يعني مؤقتا يحاول أنه يتضارب أنه يسجل نقطة أو نقاط، وهذا غير صحيح. إذن الحقيقة هي أنه إفريقيا هناك، الجمهورية الصحراوية هنا، الأمور تسير على أكمل وجه. كفاح الشعب الصحراوي هو كفاح على كل الواجهات، ولا شك أنه على الواجهة الدبلوماسية يعتري أهمية قصوى، أولا لأنه يعكس نضالات ومقاومة الشعب الصحراوي ميدانيا، يندرج في تصور صحراوي يكمن في أنه إبلاغ الرسالة، رسالة الشعب الصحراوي، قدسية رسالة الشعب الصحراوي. الشعب الصحراوي مطالب مشروع يعني
وخاصة الكفاح من أجل مثل يعني وأهداف اللي الإنسانية عندما يتعلق الأمر بالحرية، عندما يتعلق الأمر بتقرير المصير، عندما يتعلق الأمر بحرية الشعوب إلى آخره. إذن هذا 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 من هذا المنطلق احنا أيضا لدينا يعني برنامج عمل وطني صادر عن مؤتمر، وهذا ملزم لنا للعمل على الواجهة الخارجية، وليس فقط بجد وإنما من أجل دائما هدف تبليغ الرسالة. والشيء اللي نأكد عليه هو على أنه على مدار هذه الأشهر الأخيرة الشعب الصحراوي سجل نقاط جد مهمة، على أية نهاية التحركات كلها هي مرتبطة أيضا بـ 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 بأهداف تحددها يعني القيادة الوطنية. مع ديمستورا الشيء اللي يلفت النظر هو أنه المغرب بعد زيارة ديمستورا جنوب أفريقيا أصيب بنوع من النرفزة والتخبط، وهذا يدل على شيء. الدلالة الأولى الأولى يعني هو أنه المغرب لا زال في غيو، المغرب لا زال يعني متجبر، والشيء اللي عبر على أنه لا إرادة لديه في أن يتقدم الملف. هذه يعني حقيقة أظهر هذا التصرف، واللي أحيانا يكون نوع من الصبيانية أو المغامرة. إذن هذا هذه واحدة. اثنين هو أنه والغريب هناك يعني هو أنه المغرب يريد يعني تلجيم أو يعني تكتيف يعني المنتظم الدولي ومنعه من أي تقدم في 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 في, في البحث عن حل سلمي وعادل في الظرف اللي هو يعني يطالب يعني في الكواليس وتحت بوقف إطلاق النار، ويبحث عن على أنه ما تكونش يعني حارب وما تكونش هناك يعني، وهو في ذات الوقت يعني يظهر يعني وجه التعنت، وجه التناور، وجه المكر يعني، ومحاولة الالتفاف على حق الشعب الصحراوي في الظرف اللي هو يحاول يعني تقوية سياسة الأمر الواقع في الأراضي المحتلة، ليس فقط يعني قمع المواطنات والمواطنين وحرمانهم من أدنى الحريات، لا في التنقل لا في التعبير لا في التجمع، ولكن أيضا يعني مواصلة نهب الثروات يعني، واللي أصبح يغذي منها حتى جوانب من احتلاله. وعليه الشيء هذه الزيارة ديمستورا، أولا جنوب إفريقيا هذه طرف مهم إفريقيا ودوليا، وعليه فأعتقد على أن ديمستورا له كامل الحرية في البحث في إطار حواراته في إطار مفاوضاته عن الدول اللي يمكن لها تدعم الشرعية الدولية وتدفع بالأمور إلى الأمام. إلى جانب هذا هو أنه محاولة يعني إعطاء الأوامر أو أن يتحرك المنتظم الدولي حسب أوامر ورغبة المغرب، وهذا غير مقبول، ويعد يعني محاولة يعني فرض الأمر الواقع. ولهذا أنا أعتقد على أنه الزيارة ولو معنويا في بعدها سياسي كان لها صدى جدا مهم، وهذا اللي جعل أيضا هذه الزيارة تساهم في التعريف أكثر بقضية الصحراء، في التحسيس بوجود هذه القضية وبوجود هذا، وبالتالي فهذا يضايق يعني ويقوض من أطروحات المغرب ومحاولاته للفرض. ولهذا أنا أعتقد على أنه من المهم على أن مبادرة ديمستورا في حد ذاتها هي مبادرة يجب ربما يقال أنها عادية في إطار مجهودات وفي إطار عمل، لكن يعني شفنا كيف تعامل معها المغرب، وهذه أيضا يجب أخذها على أنه بالنسبة لي أنا هو محاولة استباقية
لمنع أي مبادرة أو تطور أممي أو غيره لقضية الصحراء الغربية. لا شك أن الموضوع سجل تقدم كبير، تقدم كبير، وخاصة على مستوى المستوى الأوروبي. لماذا؟ لأنه الاتحاد الأوروبي 27 دولة بإعاز من إسبانيا وفرنسا بظروف، هي اللي دفعت بالاتحاد الأوروبي إلى أنه يقحم راسه في عملية نهب ويوقع اتفاقيات مع المغرب. ولهذا يعني في نهاية المطاف هذا جزء من المعركة القانونية، وخضنا معارك وتمكننا من على أننا نحقق مبتغانا أو هدفنا، وهو أن المحكمة الأوروبية بعد محاكمات ثانية يعني نصت على أنه أولاً لا شرعية للمغرب وغيره على خيرات الصحراء، وعلى أنه الصحراء والمغرب بلدين متميزين منفصلين، وأساساً أقرت بعدم شرعية يعني الاتحاد الأوروبي، أقرت بعدم شرعية يعني الاتفاقات اللي كانت بين المغرب وبين والاتحاد الأوروبي. وهناك مؤشرات دلائل هو أنه حتى الساعة الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من عقد صفقة جديدة في ميدان الصيد البحري، وهذا مهم، لأنه في انتظار، رغم أنهم هم من قدم الطعون، في انتظار صدور قرار المحكمة، لا شك أنهم على اطلاع على أن المحكمة قد تؤكد مواقفها. اثنين، ما هو منتظر الآن هو صدور هذا الحكم، وكل مؤشرات تؤكد أنه المحكمة ستحتفظ بنفس التوجه، لأنه ينبثق من الشرعية أن الشعب الصحراوي هو السيد على أرضه، لا بد، وهي قالت لا بد من موافقته، لكونسنتمون، لا بد من موافقة الشعب الصحراوي لأي اتفاق. هذا لم يتم، لم يحترم، أنه البوليساريو يتمثل الشعب الصحراوي، هذا لم يحترم من طرف الاتحاد الأوروبي. وعليه فأنا أنتظر على أنه توقعوا إن شاء الله، يعني من خلال المؤشرات وما يتبادل، هو أنه مرة ثانية المحكمة الأوروبية من المفروض أنها تأكد موقفها. هنا يعني وأختم، يعني أنا أعتقد على أنه الآن السؤال أو التساؤل يجب أن يكون ما بعد المحكمة الأوروبية؟ كيفية تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية؟ كيفية أنه الاتحاد الأوروبي عملية ردع على أنه ما يواصل، لأن يكون هذا الحكم رادع، ما يكرر يعني اسمه. إذن هذا شيء مهم، لكن الأساسي أعتقد أنه يجب التوصل إليه، يجب أن ندخل مرحلة جديدة، هو طلب جبر الضرر من طرف الشعب الصحراوي لهذه عملية النهب وعملية الاستغلال اللاشرعية على مدار أكثر من 30 سنة.